دي قصة غريبة وقصة من القصص. أنا عشت قصص كثير. في قبيلة من القبائل دخلتها. في أي دولة؟ غينيا. غينيا كوناكري بالضبط. دفعت الدراجة ما يقارب 20 يوم أو أقل شوية، ودخلت إلى قبيلة عندهم جبل منحوت، منحوتة في امرأة، وهذه القبيلة الناس يعتبرون هذا الجبل كإله. وأنا جيت هنا دخلت لهذه القبيلة، وكان هدفي أن أجلس لثلاث أيام عشان أدون شو الشعائر اللي بيقوموا بينا وثقافتهم وتقاليدهم. فودوني عند زعيم القبيلة. طلبت ضيافة ثلاث أيام. طلبت ضيافة ثلاث أيام في القرية عشان أكتب كتابي وأصور وأمشي. ممتاز ممتاز. المهم رحت عند زعيم القبيلة، طلبت منه الطلب، قال لي مرحبا لكن بشرط تتزوج. قلت له لا، أنا مو جاي أتزوج، أنا جاي أصور وأكتب كتاب وأمشي. بكمل. فأطلع عليه الكلاشينكوف، قال لي واحدة من اثنين، يا تتزوج يا 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 غادي تموت. فقلت له أنا خذ البسكليت، خذ ما تريد، خليني أمشي، أنا مو عايز أتزوج. لكن ولا أبغى أجلس. ولا أبغى أجلس، أمشي. لكن رفض، فاضطريت أقبل طلبه. لما فرض علي قلت له أوكي، وين العروس؟ فقال لي كل بنات القبيلة يعني، وقال لي 55 بنت. فقلت له أنا مستحيل، حتى الجواز السفر الفيزا ما تكفيني لو واحدة كل يوم. فقال لي لا، يا تتزوج يا تموت. يا تموت. ما والله ما مشكلة ترفض. وكان موقف مخيف جدا. ممكن الآن بعض الناس يظنوه أنه مضحك، ولكن تلك اللحظة كان مخيف وما أقدر أرفض. وقبلت العرض وجابوا لي عشة سكنت فيها، وجلست بيت 7 ليالي. وكان رغما عني يعني الوضع كان صعب جدا نفسيا. طيب أنا بسألك سؤال، ليش 55؟ كلهم عدد بنات القبيلة اللي متواجدين كانوا 55. إيه وش الفكرة يعني، هم وش يبغون؟ تحسين النسل. عايز يحسن النسل. هو قال لك الكلام هذا صريح؟ ويؤمن بأشياء غريبة شوية، إنه الأبيض عنده حد أكثر من الأسود. اللي لونه أبيض. لونه أبيض عنده حد أكثر من الأسود. والقرية كلها. القرية كلها لونهم أسود أفارقة. وعيد وكرر هنا، الموقف كان مخيف والموقف كان مرعب يعني. الآن ممكن أحكيه كأنها ذكرى عادية، لكن لا، في الواقع كان موقف مخيف. طيب وجلست 7 ليالي، وفي الليلة السابعة أنا هربت. هربت يعني. هربت ما أقدر، لأن تعبت نفسيا. لأن لما يرغمون عليك الزواج.